النهارده ان شاء الله هنشرح المالتي ستيج. كنا خلصنا السنجل ستيج الاسبوع اللي فات. المالتي ستيج ده ليه بجري ليه؟ يعني ليه ايه عيوب السنجل؟ فبضطر ان انا اروح للمالتي ستيج. عشان المالتي ستيج انا بجيب اكتر من كومبريسور يعني. تمام؟ حد عنده فكره؟ اول حاجه ان انت بيبقى عندك الاتش هنا والبي. عندك هنا ده البي بتاع الايفابوريتور وده البي بتاع الكوندنسر. جميل. طيب احنا قلنا كل ما الدلتا بي دي بتزيد ايه اللي بيحصل او ايه العيوب اللي بتاثر عندك؟ طيب لو زودنا الدلتا بي مثلا والدلتا الورك بتاع الكمبريسور هيزيد. انت عايز تعمل دلتا بي كبيره عشان عايز تبرد اكتر. يعني الورك هيزيد وايه اللي يحصل؟ الفيشن افكت هيقل. بس اهم حاجه المسألة عندي انت بتساوي 1 زائد سي واحد عادي. كل ما هزود دلتا بي كل ما هتلاقي الفيلمتك عمال تقل. وبالتالي انت عندك قول ان في مرحله من المراحل هتلاقي ان عندك دلتا فيلمتك بتساوي زيرو. انت مش في عندك فيلمتك في السيستم. فانت لو عايز تبرد ابلكيشن جامد جدا فهتلاقي ان انت لو سنجل مفيش فلو هيمشي. فاضطر ان انت تروح للمالتي. تاني حاجه احنا بنقلل الباور بتاع الكمبريسور. هجيب الشرط بتاع مكررة ان انت هتشتغل على البي ده والبي ده هو ده البار بتاع الكمبريسور هيقل لو عملت مالتي ستيج. انما لو انت شغال على سنجل كده وقلت والله انا عايز سيستم ابرد فهجيب مالتي. لا ليه مالتي يستهلك باور اكتر؟ تمام. تاني حاجه لو انا عندي كذا ايفابوريتور يعني انت عندك بقى في سيستم كده هنشوفها كمان شويه. عندي كوندنسر وبعد كده في هنا ايفابوريتور واحد وفي هنا كده ايفابوريتور اثنين. ده مثلا بتبرد بيه مخزن مثلا فيه لحوم او حاجه ممكن درجه حراره سالب 10 وده بتبرد بيه بين قلبين درجه حراره 20. فانت لو عندك كذا ايفابوريتور وكذا تمبريتشر مش هتنفع تروح السنك. فلازم ان انت يبقى عندك ايفابوريتور في الشارع على المالتي ستيج. هو ده بيبقى زي الثلاجه؟ فريزر والثلاجه؟ فريزر والثلاجه لا مش مالتي ستيج. هو بيبقى كومبريسور واحد عندك في الثلاجه. لا اثنين ايفابوريتور. لا هو نفس ايفابوريتور. هو واحد بيغذي الاغنيه. اه بالظبط. الكويل هو اللي بيتحكم عندك في الموضوع ده. الكويل بتاع السربنتين هي اللي بتتحكم في توزيع درجه الحراره. قسمت الفلوريت والكلام ده. نعم؟ السربنتين هو الكوندنسر؟ السربنتين هي الكوندنسر بتاع بالظبط. طب ايه اللي هيدخل الكوندنسر في انت عندك الفلوريت مش انت عارف ان الكيوريت بتساوي ام دوت في دلتا اتش؟ تمام. انت هتدخل ماس كبيره تعمل مع الدلتا اتش بتاعتك تطلع بره. تسحب كيو كبيره في الفريزر تيجي عندك تحت مش محتاج الام دي كلها. هتعمل زي سلوتنج هتمشي جزء او باي باس دخل جزء من الماس تسحب الكيو بقى. طيب اول حاجه كده عندنا الانتر كولينج. الانتر كولينج ده عباره عن ايه؟ انت يبقى عندك السيستم ده اللي هو سنجي بيترجم ازاي على الشرط اللي انت عندك تيجي هنا تيجي تضغط بعد كده التكوير مبرد شويه فده خدته الثاني فده جزء بتاع التكوير. طيب ده فادني في ايه بقى؟ يعني انا لو كان عندي السيستم عادي كنت اطلع كده صح؟ طيب اللي انا عملته انتر كولر ده اثر عليا في ايه؟ طيب اول حاجه هنتكلم عنها الكيوريت مش كيوريت هل فرقت في حاجه؟ طيب فدي سبب. جميل. بالنسبه للورك بتاع الكمبريسور الورك مش الباور. قال. طيب عرفت منين ان الخط ده اكبر من الخط ده؟ هو انت عندك ده سالب بين الاثنين. فالانتر كولينج انت طلعت ده وفي السنجل فضلت على ده. ليه قال لك ان ده اكبر؟ الاريا ما هو انت عندك الورك هو ام دوت دلتا الاتش
هو انت عندك هنا ام روت في دلتا اتش دي زائد ام روت في دلتا اتش دي او كارت ام روت دلتا اتش الاثنين دول مع دلتا اتش فرق دلتا اتش بقى. ايوه دلتا اتش ده دلتا اتش دي بيقول ان لو هي الكترونيك المفروض بتدافر فانت عايز تاخد ده كده تاخد ده تمام. حاجه ثانيه لو عملت انتجريشن من دي جي بي فانت عندك اي ستيك فوليوم اكبر ده ولا ده كنترول عامل كده فهتلاقي ان ال في ال يعني دي رو ودي رو فلما هنا الرو دي ازيد فدي بتاع ستيك فوليوم بتاعها اقل لما ستيك فوليوم يقل معناها ان يورك هيقل. الحاجه الميزه بتاعته الثانيه برضه ان هو بيقلل لك الديسشارج تمبريتشر. يعني انت دلوقتي الديسشارج تمبريتشر عندك في السيستم السنجل كانت تبقى فقط لك دي الديسشارج تمبريتشر صح كده؟ انت عندك ممكن يكون السيستم بتاعك بيبرد كوندنسر وعشان خاطر الحفاظ على البيئه والكلام ده هيقول لك مش عايز تمبريتشر اللي تطلع للامبيانت تكون مثلا اكبر من 50 فالديسشارج كانت طالعه 60 فهو عمل انترتول عشان يطلع هنا دي 50 تمام؟ برضه انت عندك كروت تمبريتشر بتبقى عامله كده ممكن تلاقي ان النقطه دي اعلى من النقطه دي تمام. فالديسشارج تمبريتشر مش شرط تكون هي الماكسيمم تمبريتشر في السيستم انت عامل دلوقتي خط السنجل اللي عامل كده خط الانتركولر عامل كده مش كده بترجع تاني كده جميل. طيب الديسشارج تمبريتشر في الاثنين هي اخر نقطه اللي انت طالع عندها جميل. طيب ايه هي الماكسيمم تمبريتشر في السيستم في حاله السنجل هي دي مش عماله دي مع الكونتر انما هنا ممكن تكون دي وممكن تكون دي على حسب انت ممكن تكون طلعت لحد هنا بس ده خط تمبريتشر كده خط تمبريتشر اخر هو جه اتكلم قال لك عايز الاوبتيمم بريشر اللي هيشتغل عنده انتر كولر جميل. فدي كانت زي برده الجاست اللي احنا فاكرين فانت عندك البي تساوي جاز بي 1 في بي 2 ده بي ايفابوريتور وده البي كوندنسر انت عندك خط ده وخط ده جاز ضرب الاثنين في بعض ده المفروض ان الاوبتيمم اللي يشتغل عنده انتر كولر. بيشتغل عند نفس لا طبعا ما هو هو مكان في حال اخرى لو عندك اثنين هو الفكره ان الاوبتيمم اللي يشتغل عنده انتر كولر من غير ما يكون فيه تو ايفابوريتور يعني الاوبتيمم بتاع سيستم بس ما كتبت الثاني لا هو مش فيه اوبتيمم كل سيستم شغال عند اوبريشن كونديشن معين حتى لو هو مش الاوبتيمم بتاعه. عندنا المالتي ستيج فيتو سيستم يا اما اوبن فلاش انتر كولر يا اما كلوزد سيستم. طيب كلمه فلاش دي معناها ايه؟ معناها ان هو في ساتيوريتد او في ميكشر بمعنى ان انت لو عندك في سيستم كده في ليكويد جميل خلينا مثلا ليكويد او اي ليكويد وفي فيبر في الاثنين اللي هي حاله ساتوريتد جميل وانت رحت جاي هنا رحت ترش الفريون بتاعك ده فهو ترش في حته ممكن هتلاقي شويه منه فيدو ليكويد وشويه منه هيطلعوا بيه فده هي عمليه الفلاش. فزي ما قلنا هنشرح الاول الاوبن فلاش انتر كولر المفروض المساله بتاعت المعتاد يعني المساله دي لما تيجي في الميد تيرم او في الفاينل بيجي لك مرسومه وبيجي لك مديك الاتشات يعني ما يدخلكش يجيب من الشارت الاتشات بس هو عايز تحله يعني الشارت في مساله فول ستيج في الغالب بيديك جدول فيه الاتشات عند كل نقطه من الناحيه اللي هيرسمهم دول وبيديك المساله مرسوم فيها 1 2 3 4 فانت المفروض تلتزم بالتركيب بتاعه وتركيب الاتشات بتاعه. ما اكيدش مساله صعبه جدا. Thank you.
الوسط بتاعها. كان انت المفروض انت اللي هترسم بقى على الشورت يعني تبقى عارف النقطه دي. اولا انت المفروض تحدد عندك في كام بريشر. فانت عندك في بريشر كوندنسر، بريشر انتركولر، وبريشر ايفابوريتور. انت عندك ادي خط كده اهو، خط كده اهو، خط كده اهو، عشان ما يكونش في نقطه نسيتها يعني. تبدا اول حاجه مثلا من نقطه واحد. طالما ما قالكش الخارج بتاع الكوندنسر ايه او الخارج بتاع الايفابوريتور ايه، فانت هتعمل نفس الكريتي. تمام. وكلمه فلادد لو قالك قالك الريفرتر ده فلادد معناها ان الاكس بتاعته بتساوي 1 في نفس الكيرف. فهنا نقطه واحد مثلا ساتوريت هنا ايه اللي حصل فيها؟ ان هو حصل اكسبانشن لحد البريشر اللي هو الانترميديت بتاعه. فيحصل اكسبانشن لحد نقطه 2. طيب الخارج بتاع نقطه 3 ده خارج من الفلاش انتركولر. تعالى الفلاش انتركولر ده قلنا ان هو عباره عن في جزء ليكويد وجزء فيبر، فطبيعي ان اللي هينزل يبقى جرافيتي هو ليكويد. تمام. فانت عندك 3 دي هتبقى هنا، 3 دي هتنزل يحصل لها سلوب هنا لحد 4. بعد كده الايفابوريتور ده يخرج عن 5، تلاقي نفسك خرجت لحد 5 هنا. بعد كده يقعد من 5 ل 6، فانت لما تقدر تخرج مش هتستنى ادي 6. بعد كده هتبرد من 6 ل 7. تمام. خلاص دي هنا خلصت لحد هنا. تيجي تبص هنا على نقطه 8 دي، دي خارجه من الفلاش انتركولر من فوق، فالمفروض ده يخرج ليكويد ولا بيبر؟ هتلاقي عندك نقطه 8 لازم تكون ساتوريتد، فهتضغط لحد ال 6. حاول انت برضه في الجنب يعني تعاود انت تحط هنا مثلا عندك هنا 1 و9 وهنا 3 و2، تحط النقط فتشوف بعد كده هل في نقطه ناقصه ولا لا انت ما حطتهاش. جميل. في حاجه بقى برضه المفروض تخليها هنا في الرسم تكون حاططها، ان انت عندك في كوندنسر دي، دي طالعه، في الانتركولر دي برضه ليه حاطين الاسهم دي؟ عشان لما تيجي تاخد كنترول فوليوم لازم تاخدها معاك. يعني بمعنى مثلا ان انت هدي بس الاول هنا التاني هنا عندك ماشي ام روت 2 وماشي هنا ام روت 1. تمام. الماس فريت مش سيلف. لو هي كانت سنجل فانت عندك الفريت الواحد فيبقى ام روت 2. يعني لو كان سنجل فانت عندك كيوريت كان بيساوي ام روت 2 في اتش 5 و اتش 4. طيب هل الكيلو ترين تتغير؟ المفروض لا، بس الفكره ان كان في السنجل لما تنزل من نقطه واحد لحد هنا على طول، صح؟ فتلاقي ان الكيلو ترين 5 ناقص 2 5 ناقص 4. فانت اوريدي هتزودت ده، ده زاد. طب بالنسبه لام 2 زادت ولا قلت؟ طب خلينا نبص هنا، هل نقطه 5 دي اتغيرت؟ ما هو انت عندك الام دوت بتساوي الرو في بيتا بليمتري في البيسنت سبيس اللي هو كان نفس الكمبريسور في اراضي سهله. لقيته بليمتري معتمد على البريشر تنزل من هنا لحد هنا. هو اراضي سهله الرو ما اتغيرتش. طيب ايه اللي البريشر ما نزلت من واحد لاثنين مش واحد لاربعه. بص انا بتكلم ان هو لو كان سنجل فانا شغال على البريشر ده، والبريشر ده فكنت هنزل من هنا لحد هنا على طول. صح؟ فانت عندك انت اللي حصل في المالتي ان انت كبرت الريليشن افكت، بس الام 2 دي القانون بتاعها هي الرو بتاعت السكشن اللي هي 5 ما اتغيرتش في الحالتين. دي دبليو تي شغاله عند نفس الدلتا بريشر والبيسنج سبيس بتاع نفس الكمبريسور، فالام 2 ثابته. جميل. فانت استنتجت هنا انت زودت كيو بتلف كلها. تمام. هنا يعني؟ اه ده كان الايفابوريتور الثاني ده لسه هنشرحه. لا انت كولر من تحت العين ده ايوه هم وصلوا على طول للبريشر الثاني. ما هو ده اللي خارج من الفلاش ده يخش عليهم. لا هو ده سيستم ثاني خالص. قصدك ان انا هاجي هنا واحط تاني انتر كولر وامشي هنا واخرج من هنا على طول. اه طيب هو ده سيستم ثاني المفروض. اه عشان هو بس في المقاطع شرحت قبل ده. لو انت
انت عايز نشرح دي على نفس لا بس انا عايز افهم يعني انا هو هيوضح الكلام ده ولا بس انت لو عرفت منين ان هو عمل خلل في الكنترول بتاعك من الكمبيوتر ده وبرد وضغط تاني فانت كده خرجت من السرعه دي بره جميل الخارج من الكنترول بعمل فيه ايه فهيحصل ميكسي فهتلاقي النقطة دي السبعة دي قلت شوية ويندوز ويندوز 7 بقى. الفكرة إن السيستم بتاعنا هنا أصلا أنت نص ساعة ما تخدش حاجة بس. هو اللي بيعمل له 7 8 حط نص في النص وده الكلام ده بقى هو موظفه ولا هو هيقول لك هو هتلاقي إن هو مش هيقولها لك لفظية بس هو رسمك المسألة كده. انت المفروض تبقى عارف ان انت دلوقتي 7 اللي خارج بيها دي قبل ما تخش راح تعمل لها ميكس 7 8 فتلاقي ان انت في التشارت بتعمل كده وادي الشاب بتاعك فانت معاك اتش 7 اتش 8 هتعمل بالانس بالماس بتاعت دي ام 7 اتش 7 وام 8 اتش 8 تجيب ام توتال في الاتش توتال بتاعك الجديده اللي انت عايزها. انا دلوقتي في المساله عندي حاجه مهمه ان انا محتاج اجيب الامات فعشان خاطر لما تعمل كنترول فوليوم حاول انت لما تعمل كنترول فوليوم ما تقطعش حاجه انت مش عارفها يعني مثلا الخط ده فانكشن في الاتش 3 والام 2 تمام لو انت مش عارف انت الكولر ما تاخدش ده غلط معاك بس انت بص مثلا خدت خط زي ده كده لو عملت بالانس على حاجه زي دي فانت هتلاقي عندك الكنترول فوليوم ده داخل له ام دوت 1 في اتش 1 خارج منه ام دوت 1 في اتش 8 وداخل ام دوت 2 اتش 7 خارج ام دوت 2 اتش 3 انت عارف خلاص ان ام دوت 2 ماشيه في السايكل دي ام روت 1 ماشي في سكه فده بتعمل بالانس انت عندك العجول واحد ام روت 2 وام روت 1 والتشات دي المفروض تكون انت متابع على الشارت هو مديك حاجه ثانيه برده هو بيديك الاتشات بس ما بيديكش اتشات الميكس يعني انت مثلا لو هو عنده مثلا اتش 6 وهتعمل ميكس مع اتش 9 مثلا هو هيديك 6 و9 بس وانت تعمل الميكسنج بالانس بتاعك حاول انت برده في معادلات البالانس انت ما تاخدش ما تقعدش تفرق كميات كتير يعني هبان دلوقتي لما نشرح اثنين ايفابوريتور تعمل في ام 1 ام 2 ام 3 ام 4 ما تقعدش تاخد الهيصه دي يعني حاول تعمل كنترول فوليوم كبير يكون محاوط ام 1 و2 بس على قد ما تقدر. طيب لو انا خدت كنترول فوليوم زي الكبير ده كده تمام فهتلاقي نفسك ان انت خدت مين معاك؟ عشان كده قلت لك ترسم الاسهم دي عشان خاطر ما تنسحبش انت بتحسب انت عندك في كيو انتر كولر خارجه بس بدل ما كانت اللي داخل الكنترول فوليوم ام 2 في اتش 7 هتلاقي داخل ام 2 في اتش 6 فهم الباقيين اللي هم اللي هي ام 1 اتش 8 ام 1 اتش 1 وام 2 اتش 3 اوكي لو انا عايز اكتب هنا القوانين بقى بتاعت الكيوريت خلاص قلنا ان هي ام 2 في اتش 5 اتش 4 والماس بالانس خلاص عملناه انت هتلاقي عندك ان ام روت 1 اتش 1 زائد ام روت 2 اتش 7 هتساوي ام روت 1 اتش 8 زائد ام روت 2 اتش 3 مش شرط في المساله ان هو يبقى بيديك واحده وعايز الثانيه ممكن تقدر تشتغل بريش يعني ممكن تعمل شغال بام روت 2 على ام روت 1 تقدر تحل المساله ومثلا في السي او بتطلب السي وبي فتروح مع بعض مثلا الكيو اهي الكيو بتلف ام نوت 2 اتش 5 اتش 4 مش هتعمل هو لازم اما يديك كيو اما يديك في نسبه اما تفضل تقسم حتى اجيب السي او بي مش ساعتها تفضل تبدا تقسم بقى تجيب ريشيو بين ام 1 وام 3 وام 1 وام 4 عشان اجيب السي او بي هنا تنفع ريشيو لكن حتى السي او بي ما اقدرش اجيبه هنا الا المعلومه ده لازم تجيب قريش للمسس الثانيه اللي هي داخل الروتر الثاني فتلاقي عندك كده ان لما اجي اتكلم على السي او بي اللي هو ام روت ريف اللي هي ام روت 2 خلاص في اتش 5 ناقص اتش 4 على الورك بتاعك اللي هو مين؟ عندنا اثنين بقى عندك هنا ام روت 2 اتش 6 ناقص اتش 5 زائد ام روت 1 اتش 9 على اتش 8 لو انت شغال بريشيت خلاص تقدر تطير دي مع بعض. طيب ايه اللي حصل بقى بالنسبه للسيستم كله مقارنه بالسن دي؟ انت خلاص قلت ان الكيو تلف زاد احنا خلاص قلنا ان دي زادت ودي كانت ثابته فقلنا الكيو تلف ثابته زاد. طيب بالنسبه ام روت 2 دي كانت بتاع السيستم القديم يعني لو كان السيستم القديم كان عندك من 5 لحد حاجه هنا كده
تمام؟ فكور قلب في المنطقة. طيب كباس في الريت ايه اللي حصل لها؟ كان ايميلوت بقى عندنا في ايميلوت 2 وبقى عندنا ايميلوت 1. فالمفروض ان الناس بتتزاد. بنكون بالسيف. فانت عندك الورك ده اللي هو الباور نفسه عند الورك قل والباور زاد بس انت جامل ان الباست بتاعك زاد. فهو سي وبي وكانت زاد يعني. حد عنده مشكلة في الاوبن قبل ما نخش على الكلوز؟ ليه الناس في الوريد انت لو عندك كان هو سنجل سيستم كانت تبقى السايكل بتاعتك دي كان مين الناس اللي ماشيه فيها ايه منوت 2 انت عندك في السيستم ده في ايه منوت 2 في ايه منوت 1 فالبس توتال زائد مش لا مش بحرقش لو انت عندك السايكل دي اللي ماشي فيها ايه منوت 2 وبيرجع تاني ان هي لوب ماشي فيها ايه منوت 2 بس واللوب دي ماشي فيها ايه منوت 1 بس فكرة انت عندك هنا اللي جاي من الكوندنسر ده ما دخلتوش هنا مش على طول اللي هو لو نيجي نفس السايكل بتاع دي جنب الاوبن هي حصل ارقام بس نقول واحد عندنا برضو ثلاثة توب بريشر ادي واحد والثاني والثالث جيت من نقطة واحد دي ورحت عامل ايه؟ المهم انت نزلت الاثنين فادي واحد والاثنين ادي واحد والاثنين فكرا وثلاثة ثلاثة هي بردت بس مش اكتر تمام بعدين هنعمل اكسبانشن لاني بريشر الأربعة وبعد كده أربعة يدخل خمسة هنا بعد كده خمسة هنا نقطة حد الانترميت اللي هو ستة أجي من نقطة كده سبعة تمام بعد كده تمانية دي خارج سيكتوريتد تمام وأنا نقطة حد وبرضه هنا المفروض كان عامل ميكسنج بين الاثنين صح كده؟ لو عامل ميكسنج من ساعة و8 يبدأ ان هو يخرج النقطة هنا في النص. تمام. برضه عندنا الاكسبلور سهل طالع كده وده سهل طالع بس. لما تيجي تعمل بالانس بقى هنا تعمل فين؟ بلاش تاخد حاجة على الخط ما تقطعش الخط ده. يعني تخليك هنا برضه انت عندك هنا ده ايميلوت واحد وده ايميلوت اثنين لما تاخد تاخد على واسع عشان انت ما تقطعش اي مسج عشان المسج من واحد اللي جت هنا بس انت حبه هنا وحبه هنا وانت مش عارف الريشو دي عامله ازاي. واحد واحد اثنين كده انت عندك واحد دي قسمت لحاجتين اول حاجه ان جزء حصل اكسبانشن في اثنين تمام على البريشر اللي هو الانترميديت ده بص هو انت مش بتعرف البريشر مين فيه البريشر ده مفتوح وده مفتوح فدول نفس البريشر عندك الخط ده كله مقفول على بعضه فالواحد البريشر بتاعه ما اتغيرش لحد دلوقتي ده نفس البريشر لحد دلوقتي عملت ثروتلينج غيرت البريشر فانت عندك واحد وثلاثه نفس خط البريشر بس ثلاثه بردت شويه في الانتركول فبردتها وبعد كده لما نزلت ثلاثه واربعه عملت اكسبانشن لحد اي بريشر ده مفتوح على الكابوليت ده نفس البريشر اللي كنت عايزه فبتبدا من واحد لثلاثه دخل جوه الكام من واحد
لثلاثه هو ماشي في نفس البايت تاخد الجوه الثاني تكتبه يعني اه عشان هو كلوزد سيستم. فهو انت عندك الفلو اللي ماشي في البايت ده ما شافش الفلو اللي في الانتربيو في الاوبن انت عندك الثلاثه كانت شايفه الفلو نفس البوزيشن تيجي اثنين ان انت خلاص هي قابل مع السبعة والجيت قابل مع السبعة اه طلع لنا الستة ما هو انت لو مخرج من فوق من الانترفيس ده كله فتختار ده سكريبت فين قابل معاه ليه هو انت اللي ممكن يعمله انه يعمل ميكسنج بين سبعة وبين ثمانية يبدا ان هو نقطة السبعة دي اللي هنا ميكس مع ثمانية تضع نقطة في النص هنا دي بنقطة لما انت لو هتعمل ميكس بين اثنين وبين سبعة انت مش ضامن ان الميكس ده هيطلع حاجة ممكن يطلع هنا. اللي طلع من الفريش الكالكولر ده قلنا ان هو جزء كده ليكويد وجزء بيبقى فهو بيسحب من فوق هيسحب دي بس. بس دي الفكره ان انا بقول لك انت لو عملت ميكس بين اثنين وبين سبعه بالنقطه دي بالنقطه دي هتلاقي ان الميكس بتاعه طلع هنا. ما ينفعش ادخل كومبريسور حاجه كده لازم ادخلها يا اما ساتيليت يا اما سوبر هيت. هو المفروض سبعه درجه حراره اعلى من اثنين. سبعة درجة حرارة أعلى من كده دي المفروض سبعة سوبر هيتد واثنين دي الساتوريت شوية نمشي تتحرك مثلا تبرد شوية من سبعة أو تسعة بص هما نفس البريشر جميل هنا لما بيخش يحصل ميكسنج بس النقطة دي قبل ما نخش التانية السبعة جميل هو ممكن الامتحان بقى يقعد يقول لي مثلا نقطة 8 دي هيحصل لها سوبر هيتنج في اللاينز ولا هي بتبقى لا هي ما بيحصلش كده يعني هو لو مش سيستماتيك ما بيوصلش للفرق الاثنين دي يعني. اكيد طبعا اللي خلى بقى الكورنج بروفيسور اللي هو لو بيحصل الفرقه مش هتبقى تقريبا سواء اللي بيديك الاتشات يعني بس الفكره ان في الكورنج انت بتحسب الورك ما تحسبوش امير الدلتا اتش على طول. يعني مثلا بص هو مثلا يعني كان مساله ميد تيرم مثلا هو كان قايل لك ان هنا في بلوتروبيك اندكس مثلا 1.2 جميل وقال لك الكيو ادد تو السيستم 5% من الورك جميل فانت هتعمل ايه؟ هتروح تحسب قانون الورك وتجيب رقم تمام وتضرب 5% دي الكيو بس خلي بالك ان هو قال لك ان الكيو دي ادد السيستم مش انت الطبيعي ان انت هتقول ان الكيو دي طالعه من السيستم بس هو لا هو قال لك ان هي فمعظم الناس حلت المساله غلط فدي حته في المساله الحاجه الثانيه ان هو كان مديك نقطه مثلا كانت تو ايفابوريتور اصلا كانت نقطه نقطتين وانت كنت تجيب النقطه الميكسنج بينهم فتروح تعمل بالانس وتجيب الماس تعدي والماس تعدي يبقى بالانس في الاتشات تجيب النقطه الثانيه في مساله بتبقى طويله وفيها كذا فكره في كل حته بس يعني دي هي رقم الكمبريسور بس خلاص جبت اتش 5 واتش 6 هتقعد تحسب القانون الورك اللي هو عباره عن ام دوت في ان على ان ناقص 1 في الدي او كروت ويل ده بعد ما حسبته هتروح رايح قانون الورك كيو ناقص الدبليو بتساوي ام دوت دلتا اتش وانت بتتكلم على ده فهي ام دوت 2 دلتا اتش فوق كل ده خلاص مثلا انت معايا زي ما سامي حد بيحلها الورك ده انت خلاص حسبت الرقم بتاعه ده هو عباره عن 5% وممكن تقول 5 في الورك بس هي ادرس السيستم فخلي بالك هي بوست كوالينج بس طب ما كده الترم ده الفكره ان هو بيبقى معتمد في حاجه زي دي ان هو في الام مثلا هيجي بالطريقه دي تمام او مش مديك الاتش الثانيه فهي مفيش غير دي الجايه يعني الكيو دي الخاصه بالكمبرسور الكيو دي الخاصه بالكمبرسور عشان الكمبرسور من كذا حاله يا اما ايزوتروبيك يا اما انتيباتيك يا اما بلوتروبيك فهو يعني كده بلوتروبيك عشان هو اديها لك بس ممكن في امتحان انتيباتيك فاسال عليك في الام دوت الاتش طب الحاجات اللي بيحصل لا ما بتحصلش في المنطق صدق في المنطقة مش الدرجة. طيب لو جاي نعمل البالانس هنا برضه نفس الكلام هتلاقي عندك الام روت 2 3 و7 ودي 8 و1 الام روت 1. طيب لو جاي نتكلم طيب انهي سيستمز افضل؟ هو الفكرة اصلا كل سيستم الابلكيشن بتاعك ليه مزايا وعيوب بس لو هناخد جزء من المزايا دلوقتي احنا قلناها فهتلاقي الاوبن افضل ولا الكلوزد افضل؟ وليه مثلا؟ اول حاجه في الاوبن كلوزد اب طيب دي جايه كويس عارف ليه ولا عشان الميكسنج لما بيبقى اوبن بتبقى الانبوت بتزيد يعني اليونيفرسالتي بتزيد دي حاجه تاني حاجه ان انت عندك
ان لو احنا قلنا خلاص الامبيدوت 2 ثابته عشان هو مقارنه بالسنجل تيجي تبص على الامبيدوت 1 اللي هيرفع فيه بس في الريت اكتر اكيد ده اوحش. طيب مين لو جينا نقول امبيدوت 1 على امبيدوت 2 بتاعت الاوبن وامبيدوت 1 على امبيدوت 2 بتاعت الكلوز مين فيهم اكبر؟ خلينا نعمل البالانس تاني بتاعهم ان انت عندك هنا هات امبيدوت 1 امبيدوت 2 نفس الرقم ده تيجي تبص على اتش 7 هنا وهنا انا هكتب ان هو ده اتش اتش 3 خلينا دلوقتي 8 و1 ايه اللي حصل لهم؟ 8 سبريت هنا وهنا 1 سبريت فنيجي نبص على الامبيدوت 3 اتش 3 دي اتش 3 هنا دي اتش 3 هنا فباين ان هتلاقي مين اكبر؟ بقى في المسائل اكتر يعني بلاش السكيل هنا مثلا يعني فاهم الارقام السكيل بس مش شايفها اه طيب المفروض انت بتحل المسائل هتلاقي ان الداتا بتاعت الاوبن اصغر من الداتا بتاعت الكلوز وبالتالي مثلا ام روت 1 بتاعت الاوبن اصغر فبتدفع فلوس في الاوبن اكتر تاني حاجه في الفلاش تايب عارفها برضه كده قلنا رقم ماس مثلا سي دي ماس واحد وخارج هنا دي ماس اثنين وخارج هنا دي ماس ثلاثة تمام؟ انت قلت ان اللي خارج ده لازم ده يبقى ليكويد فده بيتدرب في الاتش اف بتاعته وده بيبقى بيبر فبيتدرب في الاتش دي عشان كلهم نفس البريشر وده بيتدرب في الاتش طيب فانت هتلاقي ان عندك ان ام لوت 2 على ام لوت 1 دي بتساوي الاكس اللي هي البرانس تمام؟ وام لوت وانا تساوي على واحد بتساوي الروت 2 زائد الروت 3 تمام؟ كده Thank you.
واحدة سنجل واحدة مالتي وواحدة في شيء كله كومبريسور والكومبريسور كوندنسر بيجيب لك مسألة على واحدة من الثلاثة دول. بيبقى عايز المسألة دي على نص درجة المتر والربع على كل واحدة من الثلاثة. هو الأفضل انت لما يعني لما تخش المتر يعني الناس كلها بتخش على أول مسألة وتضيع الوقت كله يعني حاول انت تنظم وقتك على نص درجة الامتحان تقعد فيها نص وقت الامتحان خلص بقى ما خلصتش تخش في اللي بعده تاخد عدد درجات في اللي بعده مش عارف تحل القوانين اللي بتاخد عليها بس قوانين ريف مش قوانين الفكرة في مسألة من الترم تجي حاجة بس مثلا بيبقى مديك اتش 8 اتش 9 و10 دي انت كنت حاسبها مسألة المنطق بيديك فيها الاتشات مسألة سنجل بيخليك بيديك الاتشات فالأفضل انتوا يعني قبل من الترم او لو دلوقتي تحلوا في الترمات أفضل يعني هو بيجيب ازاي عندنا كم بريشر بقى؟ عندنا بريشر كوندنسر واحد جنريتور والثاني جنريتور يعمل ثلاثة بريشر جميل؟ طيب هل البريشر هل ده بريشر الرابع؟ طب نيجي نبص كده هتلاقي الخط ده مفتوح على السيركولر الخط ده مفتوح كده كلهم مفتوحين على بعض مفيش أي جهاز بينهم فهيبقى الخط بريشر 9 زي 10 زي 8 زي 7 كل نفس البريشر طيب فلو جيت أقول عند أول بريشر هنا وده عندي اول بريشر ده عندي يمين الموجوده عنده عندي نقطه 11 ونقطه 1 مفيش حاجه تاني المفروض ان 11 1 طيب البريشر الثاني عندك 12 و9 خلينا البريشر الصغير احسن اسهل 4 5 بقى كله هنا تمام هتنزل هنا من نقطه 1 لحد نقطه 2 ولا 12 اللي هو البريشر نفس النقطة نفس البريشر كل نقطة 2 نقطة 12 تمام بعد كده هبص على نقطة 3 الاقي ان هي خارجة ايه؟ سكنيفيكت عند نفس البريشر بتاع ده فتلاقي نقطة 3 هنا تعمل اكسبانشن لحد نقطة 4 لحد نقطة 5 جميل؟ كتيبة 5 هتضغط ال بي سي ده اللي هو لو بريشر كومبريسور وده الهاي بريشر كومبريسور طيب تضغط من 5 لحد نقطة 6 هنا بعد كده تيجي على 6 هتبرد في الانتركولر شوية لحد 7 هو كلمة هنبرد شوية دي ان انت الكيو انتركولر دي بتساوي الام دوت اللي ماشي في الانتركولر هي ام دوت 2 في اتش 7 ناقص اتش 6 اتش 7 فانت عرفت انت الاتش هتبقى كام يعني هو مش لازم يديك الاتش 7 ممكن يديك الكيو وانت تحسب فبرد لحد نقطة 7 وبعد كده نقطة 8 دي سكيورتي ديفيجر فهي خارجة هنا تمام وتضغط لا مش هتضغط لسه هي هتعمل ميكس مع نقطة 9 ف 12 دي هتخرج 9 9 من الاثنين يا اما تخرج سكيورتي ديفيجر اللي هو خارج الايفابريتور ده يا اما سكيورتي دي يا اما سوبر هيت جميل فده 9 يا اما هنا يا اما هنا نفترض ان هي هنا تعمل ميكسنج بين 8 و 9 فتبقى النقطة في النص شوية تضغط برضه هو مش هيديك نقطة في النص هتعمل ميكسنج لحد نقطة 10 تضغط لحد 11 بس هو احنا ليه بنحط انتركولر واصل احنا بنبرد في الغالب انتركولر بتستفيد منه في السايكل اللي هو لما بيبقى عندك نقطه السبعه دي بيعمل ميكسنج بينها مثلا وبين 8 و9 هو انت هتشوف انت عامل ميكسنج ازاي يعني لحد دلوقتي انت الانتركولر مش داخل معاك في حاجه بنتكلم على كده هنبرد في ال هو انت هتبرد تقدر تدخله هنا ترميه فمالوش لازم بس الفكره ان هو يعني هو مش لازم انت شايفها بس الفكره ان انت عندك لو بتعمل ميكسنج درجه حراره مثلا 100 ودرجه حراره 20 غير لو بتعمل ميكسنج درجه حراره 100 ودرجه حراره 80 تمام ان الريسبيت هنا عليه اول لغز بس انت مش حاسبها في المساله فلو جيت اعمل بقى بالانس على ناخد كنترول فوليوم بقى كنترول فوليوم تعرف هنا دي ام روت 2 وقبل الانتركولر ام روت 1
اي خطوط هنا انت مش عارف فيها الماتريكس صح؟ فانت لو جيت خدت هتلاقي نفسك بتجهز كده مثلا. طب ليه خدت الفبريتور؟ ليه خدت الفبريتور؟ ما هو انت حامل الاثنين، يا اما هتقطع الخطوط دي ايوه، يا اما تاخد الفبريتور معاك. فلما انت خدت الدايره دي فانت عندك كنترول الفوليوم بتاعك ده في نقط، وفي اللي عنده يوجد الفبريتور اللي هو بياخده. جميل؟ فهو حامل الاثنين، يا اما يقول لك مثلا ان الكيو اي دي ايه علاقتها بالكيو بي مثلا نصها ربعها، فانت خلاص كيو بي دي انت هتعرف يو ام 2 يعني مثلا البالانس بتاع دي هتلاقي ان عندك هنا كيو اي زائد ام نوت 2 اتش 7 زائد ام نوت 1 اتش 1 يساوي ام نوت 1 اتش 10 زائد ام نوت 2 اتش 3. جميل؟ طيب انت لو عارف ايه علاقه الكيو اي بالكيو بي عشان الكيو بي بتساوي ام نوت 2 في اتش 5 بس اتش 4 سهل تعود هنا بارقام وام نوت 1 وام نوت 2 ترجع للي احنا مشرحناه قبل كده. انما لو هو مش مديك كيو اي فاضطر انت تاخد كنترول فوليوم تاني في مسز مختلفه. فلازم تبقى عارف تقسيمه الماس دي ان عندك هنا نازل هنا ام نوت 1 اتفرعت ام نوت 3 وام نوت 4. جميل؟ بعد كده دي ام نوت 2 ماشيه نفسها، فاربعه دي هتمشي كده تطلع هنا، ثلاثه تمشي هنا ترجع هنا واحد تاني. فتلاقي ان 3 و4 اندبندنت على 2 عشان ما تدخلش نفسك ان هو دي هنا دخلت 4 طلعت ايه اللي هيحصل هنا؟ هي 4 جت كده وانا ما اعرفش راحت فين، 3 مشي كده فلازم تقابل 4 من الخط ده عشان ترجع واحد تاني. تمام؟ فهتلاقي نفسك انت لو خدت كنترول فوليوم جوه كده تحتاج ام روت 4 وام روت 2. دي برضه هنتكلم عنها دلوقتي. نعم؟ هو ليه بصور اللي مسكته في الفيديو؟ بينزل متأخر شوية. هو هنزلوك بكرة. إن شاء الله. أروح بس كده وأرفعها. لو هنتكلم عندنا هنا هنلاقي إن إم روت 1 تساوي إم روت 3 زائد إم روت 4. ماشي، لو هاخد بالانس بين 2 وبين 3. لو هاخد الكنترول فوليوم ده اللي هو احنا اتكلمنا عليه ده تمام، فتلاقي ان عندك هنا علاقه بين ام روت 2 اتش 3 وام روت 2 اتش 7 وام روت 4 8 و 2. ما انا بعيد عن الانتركولر خالص، مش ايوه اتش 7 معايا معايا، قصدي مش هاخد مش هاخد ساعه من الانتركولر اصلا. فتلاقي عندك ان هنا ام روت 2 اتش 7 زائد ام روت 4 اتش 1 بتساوي ام روت 4 اتش 8 زائد ام روت 2 اتش 3. فهتلاقي انت عندك من العلاقه دي جبت علاقه بين الام روت 4 لام روت 2. تمام؟ وانت عندك من الكنترول الفوليوم الاولاني كان عندك علاقه بين ام روت 1 لام روت 2 بس فيها بي يو ناقصه. جميل؟ ماشي. عايزين حاجه تاني؟ برضه ام دوت 2 في اللوب بتاعت اللي تحت مش هتطلع فوق مع 3 ولا 4. ثاني كده؟ ام دوت 2 في اللوب بتاعت اللي تحت. اه هي مالهاش علاقه باللي فوق ده خالص، هو قلت لك احنا لو مشينا بمرقين من روت واحد دي طلعت ثلاثه واربعه، ثلاثه دي مشيت كده لازم تقابل اربعه عشان تطلع واحد تاني، عشان اللوب اللي فوق دي يمشي فيها واحد. ما ينفعش هي نازله واحد تكون داخله هنا مش واحد. ايوه ماشي، بس هو الجبل المساله كانت ايه وهو عايز ايه؟ ما هو انا بشرح لك لو ايه اللي متاح عندك، يعني لو متاح عندك ان هو مديك الكيو اي على كده بالكيو بي فانت هتشتغل على اللوب الكبيره اللي هي الدايره الكبيره دي، مش هتخش في تفاصيل تقسيمه الامات، احنا بنحاول على قد ما نقدر ما نقعدش ناخد كذا ام. تمام؟ طب لو المساله لا هو مش مديك حاجه في الكيو اي فاضطر ان انت تروح لتقسيمه الامات وتعمل كذا معدل الام، ان انت تجيب ام 1 على ام 2 زي هنا وام 2 على ام 4 وام 3 على ام 4. جميل؟ فانت عندك اول معادله هي علاقه بين ام 1 و 3 و 4. ثاني معادله علاقه بين ام 2 وام 4. المعادله دي الكيو اي هي عباره عن ام 3 في مين ومين؟ اتش 9 و اتش 12. فتلاقي عندك هنا علاقه بين ام 2 و 1 و 3 و 1 ممكن تفكر 1 و 4، فتلاقي ان عندك بقى في عندك ام روت 4 على ام روت 2 وام روت 4 على ام روت 1 وام روت 4 على ام روت 3. بقى عندك ريشيو خلاص؟ لا سوري كله على ام 2 عشان خاطر لما تيجي تروح لقانون السي وبي تلاقي نفسك ان الامات كلها بقى عندك ريشيو. تمام؟
طيب لو جينا نكتب الكيو ريف هتساوي التوتال فهي ام نص 2 في اتش 5 في اتش 4 زائد ام دوت 3 اتش 9 ناقص اتش 12. طيب الباور بتاع الكمبريسور بيساوي ايه؟ ام نص 2 في اتش 6 ناقص اتش 5 زائد ام نص 1 في اتش 11 ناقص اتش 10. تمام؟ تيجي تسيبهم على بعض لو بقى عندك اتش يبقى ام نص 2 خلاص دي كلها. لو جاي نرسم هنا هتلاقي عندك برضه هنا 1 و11 ده 4 و5 بس هتلاقي ان ادي واحد دي تبرد لحد 3 وتبرد لحد 4 ودي 5 وكده 6 و7 ودي 8 و2 هتبقى هنا ودي 8 تعمل نص مع 9 اللي هي 12 9 10 برضه نفس الكلام انت عندك الكيو ريف في بتاع ده هو عباره عن الماس ريت اللي هي ام 2 دلتا الاتش بتاعته وهنا برضه الام مش هتبقى واحد فاضل انت عندك برضه ام روت 1 دي تفصل لام روت 3 وام روت 4 وال4 دي نفسها هتلخبط فالكلهم مش هيدخلك في عربه الام ال هنحاول قد ما تقدر ما تقعدش تقطع خطوط ما تعرفش فيها الماسكس خلي جاي على الخطوط اللي هي الواسعه دي تمام بس خلي بالك انت هنا في عندك لو خدت جوه مش هتاخد الكيو معاك. الحاجه الثانيه برضو ان انت عندك الكيو انت بتقول كده دي فانت ساعات ممكن تاخد الدايره دي فتقول والله ان عندي الكيو دي خارجه من السيستم بس يعني ممكن تبقى انت طريقه رسم السهم خليك عارف ان ده جاي من بره خالص. لا بص هو انت لما خدت الكنترول فوليوم خدت الريبورتر معاك. لما خدته معاك تاخد الكيو بتاعك. برضه الباور بتاع الكمبريسور بتاعي عندك عباره عن الماس ريت 6 ناقص 5 وهنا عباره عن 11 ناقص 10 فهتلاقي ان السي وبي هو عباره عن مجموع الكيو ريف دول على الباور بتاع الفيلم. طيب
اللي حصل فيه وعنده هنا الصورات من بره دول الاثنين زي بعض ده بيعمل ريفرش وده بيعمل ريفرش هتلاقي انت عندك السايكل دي خد نقطة واحد دي على مرة الاثنين ودي نقطة واحد ودي اثنين ودي ثلاثة ودي أربعة ودي خمسة ودي ستة ودي سبعة وخد نقطة هنا واحد نزل لاثنين وثلاثة جميل خرج من اثنين دي عند أربعة وراح عامل لها سلوتنج لحد خمسة وخرج من ثلاثة عند ستة مكان عامل ميكسنج بين ستة وخمسة لنقطة السبعة نقطة في النص منهم وبعد راح ضابط الكوتشن سكيما تمام فكر ان هو عنده بس اثنين ايفابوريتور عايز يشغله عند بريشر مختلفه بس هو عمل غلط يعني ان هو كان عامل زي ما هو انت شغال هنا رحت عامل اكسبانشن وبعد كده ضغطت الماس فلويد كله فدفعت فلوس كتير جدا البروسس غريبه يعني البروسس الغريبه دي ان انت مرات ورحت مسحت ورحت ضغطت هو السيستم ده ضايع فما تعملش انت بدل ما كنت تضغط من هنا وتقلل الورك وكده انت بتقول انزل تحت ولا بين تمام فهو سيستم سنجل بس تقدر تشتغل عند تو ايفابوريتور تمبريتشر مختلف عشان هو نوع السلوتنج ده غير نوع السلوتنج ده هو السلوتنج ده وصلك للبريشر السلوتنج ده وصلك للبريشر بتاعك الفكرة ان هو ضيع عليه البريشر ده يعني انت عندك هنا البريشر مثلا بيساوي 1 بار وهنا البريشر بيساوي نص بار وخد ال 1 بار دي رجعت الزباله ووصلها نص بار فراح تاخد من نص بار من كله يعني ما تنزل وتطلع خسرت شويه بريشر ورحت جيت اضغط من تاني طيب فانت عندك هنا الماس فلو ريت اللي هو ام روت 1 هيتعمل ام روت 2 وام روت 3 تمام اللي ماشي في الكمبريسور ام روت 1 عشان هما هيتجمعوا تاني ويخشوا فانت عندك بار بتاع الكونبريس هو ام روت 1 في اتش 7 ناقص اتش 1 سوري 5 في 7 8 ناقص اتش 7 في ام روت 1 ده الكونبريسور الايفابوريتور عباره عن ام روت 2 في دلتا اتش دي والثاني هو ام روت 3 في دلتا اتش دي جميل في عندك برضو الانتركولر اللي احنا قلنا ان هو بيقلل السبيسيفيك وورك يعني قلت الانتركولر دي يعني حاجتين اول حاجه ان السبيسيفيك وورك بيقل ثاني حاجه ان الشارج تمبريتشر بتقل صح كده طيب بالنسبه للباور بقى يعني لو جينا نتكلم عن الماس فلو ريت الام دوت ايه اللي بيحصل لها؟ هنلاقي ان هي بتزيد ازاي بتزيد خلينا نتكلم عنها المهم ده مش كالكولر جميل فانت لو جيت تبص هنا ادي خط اهو وادي خط اهو مين في مرور اكبر ده ولا ده تمام فانت لما تيجي تبص على الماس اللي انت دخلتها الكمبريسور الثاني هي عباره عن ام دوت تساوي رو في الايتا بليومتريك في البيستن ديسبليسمنت فانت زودت الرو فالماس فاليو بتاعك زاد لو كان سنجل كان هو الماس اللي هي دي هو مثلا ادي كومبريسور كده جميل وبعد كده خرجته ودخلت على الكمبريسور التاني مفيش انتركولر في النص فانت الماس اللي جايه هنا دي لا هي اقل لما انا عملت انتركولر فانت الماس فوليت بتاعتك زادت وورك قال الباور ايه اللي حصل له معرفش قال ولا نزل قال ولا نزل فلما تيجي تروح تبص على انواع الفريول هتلاقي ان الامونيا نفسها الامونيا هي اللي بيأثر فيها يعني انت عندك دي بتزيد ودي بتقل بس مقارنه لو رحت على فريول نوع امونيا هتلاقي ان الباور التوتال بيقل جميل والديستشارج تمبريتشر بتقل اي نوع فريون تاني لا للاسف الباور بيزيد الباور مش هيقول الباور بيزيد بس الديستشارج تمبريتشر بتقل في فايدته لو حطيت اي نوع فريون تاني ده انا بقلل دي بس ما ببصش عليها جميل اولا براير ابلكيشن بتستخدمه هل الفريون ده مضر للبيئه ولا لا دي اول حاجه تاني حاجه الرينج بتاع التمبريتشر ممكن تلاقي في انواع فريون شغاله على تمبريتشر مثلا من سالب 10 ل 30 في تمبريتشر في انواع فريون تانيه مثلا من سالب 40 لسالب 20 على حسب انت عايز تطلع درجه حراره كام شغال عليه
هتروح للنوع في اليوم بعد. طيب هنحل مسألة أربعة ومسألة سبعة. وان شاء الله برضه هرفع لكم مع الفيديو الحل الشيء لما تخلصوا المساله واحده. المره الجايه هنكمل الحل. المره الجايه هنشرح فيه كاسكيد سيستم وبعد كده حل الشيء. هو فكرة ان الرسم الشات سهلة جدا، بس ان انت لو بتحل الشيت تروح تطلع للشات فده بيبقى القرف يعني. فالافضل ممكن عارفين سوفت وير الايس صح؟ فممكن تستخدمه اسهل. طيب الفكرة ان انت عندك هتلاقي ممكن يطلع الاتشات غلط عشان هو واخد ريفرنس مختلف عن الاتشاتات، بس المفروض انه طلع الاتش صح. طيب اول حاجة عايز البار بتاع الكمبريسور واحد واثنين. فاول حاجه بتعملها في اي مساله من دول حاجه يا اما بعت الاتشات ولا بعدين بتحل المساله. فاول حاجه البار بتاع الكمبريسور واحد ده بيساوي الام دوت 2 كده ودي ام دوت 1. انت عامل ام دوت 2 في اتش 7 اتش 6 ام دوت 2 اتش 7 ناقص اتش 6. البار بتاع الكمبريسور الثاني ام دوت 1 في اتش 11 ناقص اتش 10. هذا برضه هو قايل لك هي ازبروبيك ولا ادواتيك ولا ايه عشان نخش الشات ويبقى حاجه تانيه خالص. طيب الحاجه الثانيه اللي طيب هل انت اصلا معاك الماكينه؟ ايوه من كيو جاي. طيب اجي اقول لك كيو كيو ايه ولا كيو بي؟ معاك
ودي معايا جبت انوت 2. انما لو جبت كيو ايه بيساوي انوت 1. اللي ماشي هنا مش انوت 1، انوت 1 ماشي هنا، هي هنا جزء من انوت 1. طيب فهنعمل ايه بقى؟ احنا محتاجين انوت 1 عشان نجيب الباور ده. نعدي اي نقطة؟ 8 و 3 و 4 و 7 8؟ انا رحت كده بس ما اعرفش اصلا. هو مش عايز 4 و 10 و 4 و 10 هقطع مين ورايح ل 10؟ طيب لازم اقطع حاجة. 7 و 7 و 10 وبعد كده بس انت عندك هنا ام نوت 1 و اتش 10، ام نوت 1 و اتش 1، ام نوت 2 و اتش 4، ام نوت 2 و اتش 7. دي دي مش طالعه من السيستم، دي اصلا جايه من بره. عشان انت ممكن تروح رايح مكمل السهم كده تقول والله يا ده هي بس هي طالعه من السيستم. فتلاقي عندك المعلم عندك كيو ايه زائد ام نوت 1 اتش 1 زائد ام نوت 2 اتش 7 زائد ام نوت 1 اتش 10. بلاش تحط حاجه نيجي يعني فاهم، اللي طلع في حته واللي رايح في حته عشان ما تغلطش في حته زائد ام نوت 2. بس اصل تجيب هنا ام نوت 2 ومعاك كيو ايه تجيب ام نوت 1 وتيجي هنا تعوض تجيب الباور شيت. هو فكره في المساله دي ان هو مش مديك اتشاف، فلو خلينا نفكر فيها نجيب الاتشاف كلها ازاي؟ ان هو دلوقتي حدد لك خلاص حط البريشر بتاع كل واحد من الثلاثه دول. جميل؟ فخلاص عرفت كل واحد منهم. عرفت ان نقطه واحد دي ساتوريتد، نقطه 6 ساتوريتد، نقطه 8 ساتوريتد. فدول كلهم اقدر اجيبهم من الشارت عادي. نقطه 4 و5 ساتوريتد وبيساووا بعض. ودول خلاص انت جبت واحد في الثلاثه بيساووهم. تيجي لسته وتضغط بيها شوف ايزنتروبيك ولا ادباتيك وتجيب نقطه 7. 8 نفس الكلام. نقطة 9 هي بتتجاب من مين؟ ال هل محتاج 9 أصلا في المسألة بتاعتك؟ لو نستخدم من 9 لو خارجين 8 أو 9 وقابلنا 10 ينفع نخرج الخط اللي تمام تمام كده؟ ما عادش حاجة عليها. تسعة كان قال لك إن هو فلدت برضه، يعني قال لك إن A و B فلدت فمعناها إن 9 هيتاخد. لا مفيش كمان 9 ساتوريتد فبالتالي 10 ساتوريتد برضه خارج من ده. سواء كده كان لازم يديني خارج الكالكوليتر عشان اعرف كده. يعني بس المساله اللي احنا فيها دي كان لازم يديني درجه حراره 9 او اي حاجه. اي حاجه عندك بالظبط. فانت بعد كده هتجيب نقطه، يعني لو اداك 9 درجه حراره او اتش فتلاقي بقى ميكس قال لك فلادت خلاص انت عارف ان هي خارج. وبعد كده 11 دي هتتجاب ازاي؟ هو كان حسب برضه لو قول اصلا انت اللي كنت محتاج تجيب بقى الباور، فهو المفروض يجي الدسشارج تمبريتشر تقريبا عندك نوع كومبريسور اي نوع دلوقتي فهي شغال امرود دلتا اتش جميل. طيب لا اس ثابت يبقى دلوقتي ايزوتروبيك يا راجل. فواحد اثنين لما يديك الدسشارج تمبريتشر عارف تمبريتشر ايه مع خط البريشر، لما يديك ايزوتروبيك افشنسي او ان هو ايزوتروبيك او فبيديني الباور هجيب الباور بار وبعد كده اعرف الكلام ده. ما هو اصلا هو عايز الباور. هو عايز. احنا عايزين نحسبه. فانت لما اقول عندك هي الماس. المفروض طالما اقول الماس المفروض الاتشاك كلها تبقى عندي. اسئله سبعه. يقول لك عندي هنا الكيو دو. يساوي 2 كيو دي كوندنسر
طالب في المسألة هنا طالب سي يو بتاعه مثلا. تمام؟ طيب هو مديك ده هنا عندي هنا ده في كيو لو وهنا في كيو هاي، بيقول لك ده في علاقة بين الكيو الاثنين. هو مديك رقم فانت عاكس الماكس ده فانت عندك هنا ادي ده واحد هينزل اثنين وتسعة ونقرا كده ثلاثة ينزل لاربعة وخمسة وكده خمسة هنا ضبط هنا ستة هنا سبعة وبعد كده اجي هنا ثمانية تسعة دي هتتضرب لعشرة وجاي قالك ثمانية عشرة وحداشر وهنا طيب السي وبي ازاي بقى؟ ده احنا بنقول السي وبي هو بيساوي كيو ال زائد كيو اتش على الباور بتاع ال زائد الباور بتاع اتش. ده ايه؟ هنحط دي الماسز بس عندك هنا لو هنعمل دي كيو ال كيو اتش هي عباره عن واحد نص كيو ال تمام؟ في ام دوت 2 اتش 6 ناقص اتش 5 زائد ام روت واحد اتش 12 ناقص اتش 2 بشوف بقى ام ناقص ايه. اول حاجه لو عندك علاقه بين ام روت 2 وام روت 1 هتتم مع بعض عشان عندك الكيو دي بتفك ام روت 2 في اتش 5 ناقص اتش 4 لو عندك ريشو هتفك دي كلها مع بعض. طيب اجيب ريشو منين؟ سبعة ولا ستة هو مديني أي رقم فيه هنا؟ سبعة. أصلا مديني كيو إيه؟ وهنا هو مديني سبعة. طيب كانت عندك هنا ده إم روت 2 إتش 7 إم روت 2 إتش 3 ممكن معانا الثلاثة. إم روت 1 إتش 1 إم روت 2 إتش 7 زائد كيو إتش زائد إم روت 2 إتش 3 يعني اهم حاجه بس تمشي الكيوهات دي معاك في المسائل. تمام؟ يعني عندك من هنا كده بتجي لي ام روت 1 على ام روت 2. بيتعوض بيها هنا ان خلاص دي هتطيرها تحط الريش بتاعتها ام روت 1 على ام روت 2 تعوض الاتش تجيب على طول السي و. فكانت تغيرت نفسك ما دخلتش في الكيو اتش دي تحسب هي بكام او الماس بتاعتها بكام. بس حد عندك لو مش مديك كيو ولا اي حاجه عايزك تخش في ده انت المفروض انت يعني تحاول قدر ما تقدر ان هو المفروض ان هو ما يخلكش تخش فيها.